بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 26 من مقرر إدارة الجودة الشاملة. نبدأ معكم اليوم عنصر جديد، وهو العنصر الثامن المتعلق بإدارة الموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة. سنرى مجموعة من العناصر. سنبدأ أولا بالدوافع والحوافز وإدارة الجودة الشاملة، ثم اندماج العاملين وإدارة الجودة الشاملة، تمكين العاملين وإدارة الجودة الشاملة، الاتصالات بين العاملين وإدارة الجودة الشاملة، التدريب وإدارة الجودة الشاملة. بخصوص الدوافع والحوافز وإدارة الجودة الشاملة، يمكن نقول أن الدوافع هي قوى داخلية تؤثر على تفكير الفرد وتوجه السلوك الإنساني باتجاه الهدف الذي يشبع حاجات الفرد ورغباته والتي هي غير مشبعة، يقع إشباع الحاجات والرغبات الغير مشبعة. فالدافع هو حاجة يسعى الفرد إلى إشباعها من خلال طرق عديدة. الحوافز هي قوى خارجية تؤثر بشكل أو بآخر في السلوك الإنساني، وبذلك فإن القائد أن يستخدم أدوات الحفز إذا أراد أن يغير من اتجاهات الموظف وبالتالي أدائه. ويمكن تصنيف الحوافز من حيث طبيعتها إلى نوعين: هناك الحوافز المادية وهناك الحوافز المعنوية. كما أنه يمكن تصنيف الحوافز من حيث المستفيدين منها إلى نوعين: في الحوافز الفردية وفي الحوافز الجماعية. ويتم النظر إلى الحوافز بطريقة معينة في فلسفة إدارة الجودة الشاملة، حيث أنه في إدارة الجودة يقع النظر إلى أن المكافآت العادلة هي التي تمكن من أن العامل يشعر بأن نظم المكافآت موضوعي وليس مبني على أسس شخصية. أيضا في إدارة الجودة الشاملة نركز على موضوع توقيت دفع تلك الحوافز المادية، حيث أن الوقت لابد أن يكون قريب، وقت دفع الحافز يكون قريب من وقت إتمام العمل حتى يربط العامل بين الأداء والحوافز. أيضا ضرورة منح الحوافز المادية أو المعنوية لمستحقيها أمام العاملين، وذلك يعني لأجل زيادة فعالية تأثير هذه الحوافز. منح علاوة جودة سنوية لكافة العاملين على أساس نتائج المنظمة. أيضا استخدام الحوافز المعنوية بشكل متوازي مع الحوافز المادية، وبالذات للعاملين الذين لديهم جهود متميزة في تطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة. استخدام الحوافز الجماعية لأجل تعزيز روح الفريق. بخصوص اندماج العاملين وإدارة الجودة الشاملة، من الضروري توفير المناخ المناسب بحيث يكون لدى العاملين في المنظمة تأثير في قراراتهم وأفعالهم المتعلقة بوظائفهم. فالاندماج العاملين ليس هو حد أو ليس هو هدف بحد ذاته، ولكن هو أداة ليقع ترسيخ مساهمة العاملين في كل النواحي الإدارية بالمنظمة، من إيجاد أفكار جديدة، حل المشكلات،
بذل مجهودات للتحسين مستمر، كل هذا بهدف نجاح المنظمة. وتذهب إدارة الجودة الشاملة استخدام مصطلح اندماج العاملين بدلا من مشاركة العاملين، وذلك لأن كلمة اندماج هي أعمق وأكثر شمولا من مشاركة، وتشجع العاملين على أن يكونوا أكثر قرب والتساق بأهداف المنظمة. فمهمة إدارة الجودة الشاملة في هذا المجال هي تشجيع العاملين على ممارسة دور أكثر فاعلية في الأعمال التي يؤدونها. ويعتبر اندماج العاملين أحدى أساليب حفز العاملين، وهذا يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لدى العاملين الذين بهذا يدركون مدى أهميتهم في المنظمة، وأن الإدارة يعني تحترمهم، يشعرون باحترام الإدارة لآرائهم. وهناك كثير من الدراسات أثبتت وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين اندماج العاملين في الإدارة وبين الرضا الوظيفي، مما يؤدي إلى رفع مستوى أداء العاملين في المنظمة. فكلما زادت درجة اندماج العاملين في الإدارة ساهم ذلك في رفع مستوى الرضا الوظيفي. فاندماج العاملين في وضع الأهداف يساعد إلى حد كبير في التحديد الدقيق لهذه الأهداف، فالعاملين أقرب إلى ميدان العمل من إدارة نفسها، كما أن هذه السياسة توجد التزام داخلي لدى العاملين تجاه تحقيق الأهداف التي وضعوها بأنفسهم وشاركوا في وضعها بشكل أو بآخر. فهناك أهمية كبيرة لما يعني نعطي قيمة ونركز على اندماج كافة العاملين بالمنظمة، وخاصة العمال والمنفذين والذين يعملون في أسفل الهرم التنظيمي، إذ أن هؤلاء هم الذين سيقومون بتطبيق مصطلح إدارة الجودة الشاملة في سيروراتهم وعملياتهم ونشاطاتهم ومهماتهم، وافترض حتى في كل حركتهم. يقول جون باك أن في شركة تويوتا اليابانية للسيارات قدم العاملون حوالي 687 ألف اقتراحا لتحسين السيرورات خلال سنة واحدة، علما بأن عدد الموظفين في الشركة لا يتجاوز 40 ألف موظفا. فاندماج العاملين يؤدي إلى زيادة درجة التزام لدى العاملين وإلى تعزيز شعور الملكية النفسية. ما معنى شعور الملكية النفسية؟ هو أن الموظف يشعر كأنه الشركة ملكه، فهذا الشعور يصبح قوي داخله، مما يؤدي إلى زيادة الانتاجية وزيادة أرباح المنظمة. هناك عدة طرق لزيادة درجة اندماج العاملين، من أهم فرق اندماج العاملين لحل مشاكل محددة في العمل، ومناقشات العاملين مع مدرائهم، واجتماعات حلقات الجودة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل أنظمة الاقتراحات. حتى تتمكن الإدارة من تفعيل سياسة الاندماج، فإنه لا بد لها من معاملة الموظف باحترام، وأن تستمع إلى وجهة نظره، وتزيل عوائق الاتصالات بين المدير والمرؤوسين، بالإضافة إلى دفع مستويات اتخاذ القرار إلى الإدارة الإشرافية قدر الإمكان. نمر الآن إلى العنصر الثالث، وهو تمكين العاملين وإدارة الجودة الشاملة. فالإدارة الفعالة في الجودة الشاملة هي التي تنشئ الاهتمام الكبير لدى العاملين في أعمالهم ووظائفهم، بحيث يشعرون وكأنهم يمتلكون المنظمة التي يعملون فيها. هذا اللي سميناه منذ قليل يعني الملكية النفسية، حيث يشعر الموظف بأنه يملك الشركة، وبالتالي فإن نجاحه من نجاحها وفشله من فشلها. فالمقصود بتمكين الموظف هو
رفع قدرته على اتخاذ القرارات بنفسه وبدون إرشاد الإدارة. فالهدف الأساسي من التمكين هو توفير الظروف للسماح لكافة الموظفين بأن يسهموا بأقصى طاقاتهم في جهود التحسين المستمر. وبالتالي فإن مصطلح التمكين يتضمن المشاركة في سيرورة اتخاذ القرار مع المستويات الإدارية الأخرى، يعني أنه أكثر من التفويض، فالموظف يشعر بالمسؤولية ليس فقط عن الأعمال التي يؤديها، بل يشعر بالمسؤولية كذلك عن الأعمال خارج حدود وظيفته بحيث تعمل المنظمة بشكل أفضل. فنجاح التمكين يعتمد على عدة عوامل، من أهمها مدى رغبة الرؤساء بتحويل الصلاحيات للمرؤوسين، الثقة المتبادلة بين الرؤساء والمرؤوسين، فعالية نظام الاتصالات والتغذية العكسية في المنظمة، وجود نظام موضوعي لتقييم الأداء، وجود نظام عادل للتعيين قائم على توظيف المؤهلين الذين يمتلكون مهارات عالية في مجال عملهم، إذا ربط الأداء بالحوافز المادية والمعنوية. عنصر آخر، تدريب المرؤوسين على تحمل المسؤولية والقيام بالأعباء الموكلة إليهم. وبناء عليه فإن سياسة التمكين لا تنجح لمجرد أن قررت الإدارة اتباع هذه السياسة، بل لابد من زيادة الطاقات. فهذه الطاقات التي لابد أن تتوفر لدى الموظفين لكي يقوموا بأعمالهم على أحسن وجه تنبع من نجاح سياسة التمكين، لأن هذه العناصر التي تحدثنا عنها منذ قليل يعني تجعل العامل أنه متمكن من شغله، متمكن من علاقاته مع الآخرين، متمكن من مساهمته الفعالة في أخذ القرارات، وهذا يعني يزيد من طاقات لديهم، طاقات خاصة تحويل القرارات إلى أعمال فعلية. وغني عن الذكر أن سياسة التمكين تبدأ من الإدارة العليا، فلا يتوقع من الموظفين أن يبدأوا بحل المشاكل وإجراء التحسينات اللازمة من تلقاء أنفسهم، فلابد من دعم الإدارة العليا لهم وأعطائهم الضوء الأخضر بذلك. للتمكين دور أساسي في تطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة، ويقول دافيد ستيفان إن التمكين مهم لأن على الموظفين أن يكونوا جاهزين لأجل إجراء التغييرات المطلوبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. ولابد من التركيز هنا على أهمية معرفة الموظف وسعة اطلاعه وخبرته ومهاراته في مجال العمل، فكل هذه الأمور ضرورية حتى يستطيع الموظف أن يتخذ قرارات جيدة وصائبة. نمر الآن إلى العنصر الرابع، وهو الاتصالات بين العاملين وإدارة الجودة الشاملة. يمكن تعريف الاتصال بأنه سيرورة تحويل المعلومات من فرد إلى آخر أو من جهة إلى أخرى. وبالتالي فإن للاتصال عناصر أساسية تشمل المرسل والرسالة والمستقبل، بالإضافة إلى التغذية العكسية والتي تعتبر من عناصر الاتصال الهامة. فالمرسل ينبغي أن يتلقى معلومات مرتدة عما حدث لرسالته، هل وصلت الرسالة أم لم تصل، قد تصل ولكن المستقبل لم يفهم، فلا بد من التأكد من وصولها وأيضا من فهم المستقبل لمقاصد الرسالة التي بعثها المرسل.
أما من حيث مستويات الاتصالات فهناك أربعة مستويات. هناك الاتصالات فردية، أي تلك التي تكون بين فرد وآخر. هناك الاتصالات داخل الفريق، والتي تجري بين أعضاء الفريق الواحد. هناك الاتصالات بين الفرق المختلفة داخل المنظمة، وهناك الاتصالات الخارجية والتي تحدث بين المنظمة والبيئة الخارجية. مما يجدر الإشارة إليه أن كثيرا من مرتكزات إدارة الجودة الشاملة تقوم على أساس الاتصالات الفعالة، فالتركيز على العميل كأحد أهم هذه المرتكزات أساسه الاتصالات الفعالة مع العميل. نحن إذا كان اتصالنا يكون متميز مع العميل فأننا نستطيع أن نتميز في معرفة حاجيات ورغبات هذا العميل، وهذه نقطة أساسية وتكون بداية للتميز في إدارة السيرورات اللازمة داخل المنظمة لتقديم قيمة التي ترضي وتسعد ذلك العميل. في حين إذا كان الاتصال غير جيد فإن المدخلات أصلا لهذه السيرورات ستكون غير جيدة، فبالتالي لن تكون القيمة التي يتوقعها العميل لن تكون يعني هي التي تكون مخرج للسيرورات المنظمة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى اندماج العاملين، يعني لا يمكن أن نتحدث عن اندماج العاملين وليس هناك اتصالات فعالة سواء بين العاملين أو بين العاملين والرؤساء في الشغل. وأيضا التمكين، لا يمكن أن يكون هناك يعني تميز في الاندماج وتميز في الشغل بدون اتصالات فعالة. وهذه عناصر أساسية، وكنا يعني شفنا أيضا كيف أن الاتصالات في هذه العناصر تلعب دورا في يعني إنجاح وإنجاح عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة. فبالإضافة إلى ذلك فإن نجاح فرق العمل أساسه الاتصالات الفعالة بين أعضاء الفريق بعضهم ببعض، وكذلك بين أعضاء الفريق وأعضاء الفرق الأخرى. وتعتبر فرق العمل وحلقات الجودة من الوسائل المستخدمة في الاتصالات، ولكن أساس هذه الاتصالات يرتكز على الاتصالات الأفقية أكثر من الأشكال الأخرى من الاتصالات. أن أقدم أساليب الاتصالات هو نظام الاقتراحات الذي أعيد تسجيل شبابه من قبل بعض المنظمات. الفرق الأساسي بين النظام القديم للاقتراحات والنظام الجديد هو أن النظام القديم موصوف بأنه صندوق مملوء بالغبار أكثر من أفكار، أما في النظام الجديد فإن الموظفين يعلمون أن اقتراحاتهم ستكون مثمنة ويتم تقديمها وتنفيذها بسرعة كبيرة، وبالتالي اعتمادها في أخذ القرارات. الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على حوالي 1.5 اقتراح تحسين من كل موظف في كل سنة. أما شركة ميليكين والتي فازت بجائزة مالكوم بالدريتش عام 1989 فقد حصلت على معدل 52 اقتراحا من كل موظف من موظفيها عام 1991، حيث كانت لها سياسة 24-72
أي أن المشرف يجب أن يرد على الاقتراح خلال 24 ساعة، وأن يقدم خطة عمل حول هذه الفكرة خلال 72 ساعة فقط. أما من حيث المهارات الاتصالية، فالمطلوب تحسين هذه المهارات سواء على مستوى الرئيس أو المرؤوس أو فرق العمل من خلال التدريب أو غير ذلك من الوسائل المعروفة. ومن أهم هذه المهارات مهارات القراءة، مهارات الكتابة، مهارات الاتصال، مهارات التحدث، ومهارات التعبير غير اللفظي. آخر عنصر هو التدريب وإدارة الجودة الشاملة، وكنا يعني في حلقة هندسة الجودة تحدثنا على هذا الموضوع وأهميته في التحسين المستمر، ويعتبر أيضا هذا الموضوع أساسي في إدارة الموارد البشرية ومساهمتها في إدارة الجودة. فالأهداف الرئيسية التي يسعى تدريب الجودة لتحقيقها زيادة معلومات الموظف بخصوص المواضيع المتعلقة بإدارة الجودة مثل اندماج الموظفين وتمكينهم والتحسين المستمر، أيضا تحسين مهارات الموظف في مجالات متعددة حتى يتمكن من قيام بشغله بفاعلية ومهارة، وخاصة يعني في استخدام طرق الإحصائية لضبط الجودة. أيضا التدريب يمكن تغيير اتجاهات، يصبح هناك اتجاهات أكثر إيجابية نحو الشغل. وهذه هذا التدريب هو يعتبر سيرورة وفيه مجموعة من المراحل، وهنا تنتهي حلقتنا. نتمنى أن تكونوا استفدتم من محتواها. ندعو الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ندعو الله أن تكتب أعمالنا قولا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. N41 G.